ومتابعة للمرحلة السياسية التي بلغتها فرنسا مع هذه النتائج الانتخابات، نرحب بضيفينا هنا في هذا الاستوديو المطل على برج إيفيل في العاصمة الفرنسية، الباحث في العلاقات الدولية في جامعة جنيف دكتور حسني عبيدي. أهلا بك دكتور حسني، هذه ليست الإطلالة الأولى في هذه الانتخابات، كان لك قراءات معمقة. أيضا ينضم إلينا من استوديوهات سكاي نيوز عربية في العاصمة الفرنسية باريس الأستاذ في القانون إلي حاتم، وأيضا مستشار مؤسس حزب التجمع. أهلا بك دكتور حاتم عبر سكاي نيوز عربية. في قراءة أوسع لأين اتجه أقصى اليمين في هذه الانتخابات وكيف ستكون المرحلة المقبلة؟ أبدأ معك دكتور حسني، تحت الهواء حدثنا عن مرحلة دقيقة، باريس تدخل ربما تقاسم للنفوذ، لا أكثرية مطلقة لأي من الأطراف، كيف ترى شكل الحكومة عندما يؤكد الرئيس ماكرون بأنه سيبقي على أتال في هذه المرحلة؟ هو الذي كان أعلن استقالته بالأمس على الهواء وقال سيسلمها رسميا في الإليزي للرئيس. وماذا تعني التحالفات الجديدة وخطاب ميلانشون تحديدا بعد إعلان الفوز؟ يعني مفارقة الانتخابات الأخيرة هو أن المركز القوة صناعة القرار ينتقل من مؤسسة الرئاسة باعتبار أن النظام في فرنسا هو نظام رئاسي إلى البرلمان، ولذلك الرئيس ماكرون قال بأنه سينتظر كيف تتم التشكيلات أو التحالفات داخل البرلمان ليأخذ قرار إما بتعيين شخصية تأتي من الحزب الذي تحصل على أكبر عدد من المقاعد أو في النهاية لديه الحق. ولكن ميلانشون حمله بالأمس مسؤولية المرحلة السابقة، شن هجوم عنيف على ماكرون. قال بأن الفرنسيون صوتوا ضد برنامج ماكرون. كيف سيكون هذا التعايش السياسي؟ ستكون مرحلة صعبة، لكن في النهاية التمديد لجابريل أتال هو يعني عادي منتظر، لأن الرئيس سيسافر غدا إلى واشنطن، هناك قمة الأطلسي، ثم أن هناك الألعاب الأولمبية، ولديه الوقت في النهاية لغاية 18 يوليو. فأنا أعتقد أنه فعلا انتقال القرار أو السلطة إلى البرلمان باعتبار أنه في أول مرة، وهذا تقليد في الجمهورية الرابعة، أن هناك تحالفات لا توجد هناك أغلبية مطلقة ولا أغلبية نسبية، وبالتالي فقط المشاورات داخل البرلمان بعد تشكيل رئيس البرلمان نواب واللجان ربما ستتكون في النهاية يعني كتلة تجمع ما بين أطراف متعددة، وهو يعني هذا هو المعيار الذي يساعد الرئيس ماكرون في بهذه السلاسة. سأعود معك إلى هذه النقطة تحديدا دكتور حاتم. صلابة المؤسسات الدستورية في فرنسا اليوم قد تفرض ربما ديناميكية سياسية جديدة في خطاب ميلانشون، تحميل لماكرون لمسؤولية المرحلة السابقة والأزمات المعيشية والحياتية وسن التقاعد. ولكن أبدأ معك، ماذا حقق أقصى اليمين في هذه الانتخابات؟ وهل فعلا نجحت مارين لوبين أو باغديلا في تحقيق نهج جديد يؤسس للانتخابات الرئاسية في عام 2027 لفريقهم السياسي؟ تحياتي لك أولا وإلى ضيفك الكريم وإلى جميع المشاهدين. يجب ربما النظر بموضوعية إلى نتائج هذه الانتخابات، بحيث أن حزب التجمع الوطني كحزب حصل على أكثرية المقاعد داخل البرلمان، وبعد حزب التجمع الوطني هناك حزب النهضة، أي أحد أحزاب ائتلاف الرئيس الأحزاب رئيس ماكرون. ثالثا في هناك فرنسا الأبية التي حصلت في الدرجة الثالثة على أعداد هؤلاء البرلمانيين. إذن إذا نظرنا بهذه الصورة فتتغير علينا كل ما الصورة التي تعطينا إياها وسائل الإعلام، أي أن التجمع الوطني هو سيكون المعارض الأكبر بالنسبة للأحزاب الأخرى. ولكن اليوم يعني نتحدث عن الجبهة الشعبية التي هي مؤلفة من 4 أحزاب يسارية كانت متضامنة خلال الحملة الانتخابية إلى نتائج أمس. ولاحظنا منذ أمس، أي حتى قبل استقالة السيد جابرييل أتال رئيس الحكومة، الخلافات التي تحصل بين كل هذه الأحزاب وأيضا بين هذه الأحزاب وأحزاب ائتلاف السيد ماكرون، أي أوريزون، أي حزب النهضة، أي فرنسا إلى أو الجمهورية إلى الأمام. وهذا يدل
على الصعوبة التي ستواجهها المؤسسات الفرنسية في الأشهر المقبلة، وخصوصا أن ليس هناك من أي حزب قد حصل على الأغلبية. اسمح لي دكتور حاتم، دكتور عبيدي يتحدث عن صعوبة هذه المرحلة. السيد حاتم، أنت تتحدث عن صلابة المؤسسات وعن سلاسة في الانتقال السياسي، وهي وجهة نظر متناقضة، ولكن الثابت والأكيد أن المواجهة السياسية بدأت من خطابات الأمس. المواجهة السياسية بدأت، لكن صحيح في فرنسا لدينا هناك قوة المؤسسات، هي دولة المؤسسات، وأعتقد أنه ستكون هناك مشاورات مهمة، يعني ما عدا الخطابات السياسية التي هي في النهاية نحن نسميها تكملة للدورة الثانية وبدأ الدورة الثالثة. الانتخابات هي دورة ثالثة، الدورة الثالثة هي التحالفات وكذلك بعض التنازلات، ماذا سيستفيد التحالف اليسار كأقوى قوة سياسية لديها أجندة سياسية معلنة في السابق، كانت الخطاب السياسي الذي دفع بالناخب الفرنسي للإقبال بهذه الكثافة. لديها برنامج مشترك، ليست لديها أجندة، يعني هناك العديد، يعني بين خضر وبين حزب جلوكسمان وكذلك ترنث الأبي، هناك اختلافات كبيرة، ولذلك هذا الأسبوع سيكون حاسم، كيف يمكن في النهاية أن يتفقوا على شخصية على برنامج قابل للتطبيق. فقط أريد أن أعلق، سأعود إلى دكتور لا بقالوا إلي حاتم نقطة مهمة. صحيح حزب ماري لوبان حصل على أكبر عدد من الأصوات كحزب منفرد كما قال سيد، لكن نظام الانتخابي لا يعني لا يترجم النسبة من الصوت إلى كذلك. النقطة ما أريد أن أقوله أنه في النهاية الفرنسيون صوتوا له بأغلبية، لكن قالوا أنه ليس يعني عاجز أو غير قادر الآن على حكم فرنسا. مضطر لأخذ الرد من دكتور حاتم قبل أن أذهب إلى شكل الحكومة أو الاحتمالات السياسية. دكتور إلي، بين صلابة الانتخابات والتعقيدات السياسية، وأنت كنت غمست من قناة بأن تحالف اليوم اليسار هو لتناقضات سياسية تاريخية في السياسة الداخلية. أعتقد أن تحالف اليسار كان هدفه لعدم إيصال حزب التجمع الوطني إلى السلطة، وهذا شيء إيجابي جدا لكي يبقى هذا الحزب، أي حزب التجمع الوطني، كالحزب المعارض الأكبر، خاصة وأن فرنسا ستواجه ليس فقط هذه المشكلة السياسية كما حصل في نهاية الجمهورية الرابعة الفرنسية، ولكن المشاكل الاقتصادية والمشاكل المالية، لأن هناك الدين الكبير لفرنسا. وأعتقد أن عدم وصول التجمع الوطني هو شيء إيجابي، لأن سيتحمل ذلك كل الحكومات التي ستكون في الحكم، لأنني لا أعتقد أن هناك سهولة لحكومة واحدة ستحكم فرنسا، وبذلك يتحضر سيد حاتم. بارديلا تحدث بالأمس عن تحالف العار، وقال التحالفات الانتخابية الخطرة التي نجحت في إقصاء أقصى اليمين عن الفوز. هذه العبارات في السياسة الفرنسية تعني ألا عود عنها، وهنالك انقسام ومواجهة مفتوحة، وبالتالي أقصى اليسار والوسط والفريق والرئيس ماكرون سيواجهون اليوم لوبين وباردلا في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي الأزمة السياسية تبقى مفتوحة داخليا. بالطبع، ولكن هذا سيفتح أيضا الباب إلى التجمع، إلى حزب التجمع الوطني بتحميل مسؤولية ما سيحصل على الأرض. اليوم نعاني من مشكلة، من أزمة اقتصادية كبيرة وأيضا أزمة مالية، والرئيس ماكرون أعتقد أنه من السهل الآن عليه أن يقول أن لست مسؤولا عن ذلك، خاصة بوجود حكومة غير لون من حزب تكتل السيد ماكرون، وهذا سيكون لصالح البرنامج والتجمع الوطني تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن مشكلة اللاجئين الذين يأتون بطريقة غير شرعية موجودة على الأرض، مشكلة التضخم المالي في فرنسا أيضا، المشكلة التي نتأثر بها من حرب أوكرانيا هي متواجدة اليوم أيضا على الأرض، والدين
الكبير لفرنسا الذي يعتبر بآلاف المليارات اليورو، وهذا سيؤثر على جميع المؤسسات، وستتحمل كل هذه الحكومات مسؤولية هذا الفشل الحكومي، وبذلك يبرز التجمع الوطني كأنه الحزب الذي منع من وجود حل لكل هذه المشاكل. وسأعتذر عن المقاطعة، اسمح لي دكتور حاتم في 2027. سأذهب إلى قراءة تحليلية للزملاء في أبو ظبي وفي سكاي نيوز عربية لأشكال هذه الحكومات أو الاحتمالات السياسية. إذا تصدر ائتلاف اليسار النتائج الانتخابية، والجبهة الشعبية باتت أكبر قوة سياسية. رئيس الوزراء جابرييل أتال كان قال في الأمس أنه سيقدم استقالته اليوم لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، وعاد ماكرون وتحدث عن رفض هذه الاستقالة. ما هي السيناريوهات المطروحة لأشكال أو شكل الحكومة المحتملة؟ السيناريو الأول هو حكومة ائتلاف اليسار بشكل كامل، أي يعين ماكرون زعيم الائتلاف جان لوك ميلانشون رئيسا للحكومة، ويدعوه لتشكيل مجلس وزراء جديد وتسمية الوزراء، وهو ما اعتبره ميلانشون أيضا أنه من واجبات رئيس الجمهورية. السيناريو الثاني هو حكومة تحالف مع تحالف مع الحاكم، أي أن هذا الاقتراح أيضا قابل للسقوط أمام ثقة البرلمان أو أيضا أمام الرقابة. السيناريو الثالث وهو تشكيل ائتلاف وفق التجربة الألمانية، لكن هذا الاحتمال مستبعد جدا، يستغرق كثير من الوقت، وهو يقضي بتشكيل حكومة تجتمع فيها أحزاب ذات إيديولوجيات مختلفة ومتناقضة، وهذا ما أفرزته هذه الانتخابات، وهذا هو الاتجاه المعقد. السيناريو الرابع وهو الذي يجري الترويج له منذ مرحلة الإعلان عن هذه الانتخابات المبكرة، وهي حكومة تكنوقراط أو حكومة خبراء تشرف عليها أيضا شخصية توافقية، وهو الاحتمال الذي يبقى مطروحا بشكل كبير. أما السيناريو الخامس وهو الأكثر ترجيحا، وهو الشلل المؤسساتي أو الجمود السياسي، خصوصا ما لم تنجح فرنسا في إرساء أي من السيناريوهات الأربعة السابقة والتي هي أيضا بالغة التعقيد، وهذا ما كان أشار إليه دكتور عبيدي ضيفنا قبل أن أعود إلى دكتور حاتم. كلها سيناريوهات معقدة، هنالك صعوبة، ولكن نجح إيمانويل ماكرون مع هذه الدعوة التي وصفت بالمقاورة إلى الدفع بالوجهة السياسية رغم ضعف كل سيناريوهات الحكومات إلى الانتخابات الرئاسية، بأنه هو من سيقرر من سيكون الرئيس التالي في بناء التحالفات وأيضا بناء الخصومة السياسية. هو عندما حل البرلمان يعني قال بأنه يحتاج إلى توضيح المشهد السياسي، لكن للأسف هذه المجازفة لم تؤدي إلى توضيح، بالعكس أدت إلى تعقيد المشهد ولكن السياسي، ولكن أضعف تحالف أقصى اليمين، وهذا ما كانت تخشاه يعني الأطراف السياسية. ضعف اليمين روبير هو لأنه لأول مرة هناك توصيت ما يسمى بالسد الجمهوري لمنع وصول التجمع الوطني، ثم لأن هناك لأول مرة كذلك نسبة التصويت كانت قوية جدا، وأنهينا ما يسمى حزب المقاطعة. ثم النقطة الأخيرة هي قضية عدم كفاءة مرشحي التجمع الوطني، هذه النقطة. لكن صحيح أنه ماكرون في النهاية لأن الدستور يخول له هذه الصلاحية، هو الذي سيحدد في النهاية مسار العملية السياسية، لكن لا يمكن أن يحدد هذا المسار دون العودة إلى البرلمان. الأكثر يعني الحامل للحلول من هذه الأزمة حكومة تكنوقراط؟ الدستور الفرنسي غير واضح في هذه القضية، ولذلك ما يسمى موعد 18 يوليو هو موعد مقدس، هو يوم تشكيل أو الانتخاب رئيس البرلمان ونوابه واللجان، فقط تعيين اللجان. لجان البرلمان مهمة جدا، الدفاع، السياسة الخارجية، الاقتصاد والمالية إلى غير ذلك، وهي مهمة، هي التي ستعطي في النهاية شكل هذا البرلمان. ما هي هذه التحالفات؟ على ضوئها فقط يمكن الرئيس أن يختار شخصية. هو صحيح لديه المفتاح، لكن لا ليست لديه السلطة والمهلة الزمنية الدستورية أيضا مطاطة. دكتور إلي، البلاد مقبلة، ماكرون سيغادر لواشنطن للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، ثم الألعاب الأولمبية، الإبقاء اليوم على أتال هو لكسب مزيد من الوقت للاتصالات السياسية، وهو محكوم أيضا بالعطلة الصيفية الطويلة في فرنسا وهذه الاستحقاقات التي ذكرتها بداية.
بالطبع ان استقاله السيد أتال كانت مستعجله جدا امس، خاصه بان فرنسا كما تفضلت هناك الالعاب الاولمبيه، وخاصه ان هناك تعقيد سياسي سنشهده اليوم. هذه التحالفات التي تحدث عنها ضيفك، وبالطبع في 18 من هذا الشهر يوليو تكون الصوره ربما اوضح حول التكتلات داخل البرلمان الفرنسي، ولكن نحن شاهدنا أن هذه التكتلات خاصة تكتل اليسار سابقا في البرلمان قبل حله، خاصة النوبس أي تحالف اليسار، قد انفجر وبدأ كل حزب يذهب باتجاه خاص، أي فرنسا الأبية، الاشتراكيين وغيرهم. إذن ستكون هناك صعوبة، ستكون حسب ما نراه على الأرض بطريقة موضوعية أزمة سياسية كبيرة ستواجهها كل هذه الحكومات. والسيناريو الذي تفضلتم به، أي هذا الجمود السياسي، هو السيناريو الأوضح، ويذكرنا بذلك الوضع في لبنان، أي رئيس جمهورية دون صلاحيات كبيرة، حكومات ستواجه مشاكل مع البرلمان، ربما هناك التحالفات بين الفريق أو الآخر، ولكنها ستتغير لأن هذه هي سياسة الدول الديمقراطية التي فيها تعدد أحزاب سياسية. إذن المشهد سيكون مثل المشهد اللبناني، يعني برلمان معلق وحكومة لا تحكم لتمرير عام كامل قبل دعوة الرئيس وفق المادة الدستورية لانتخابات جديدة. باختصار شديد من فضلك أريد الذهاب إلى الاستفتاء وأختم معك ومع دكتور حسن. أعتقد أن من الصعب التكهن، ولكن إذا تأزم الوضع أكثر هناك سيناريو آخر وهو استقالة رئيس الجمهورية، ولكن السؤال هل الرئيس الجديد يستطيع حل البرلمان استنادا إلى المادة 12 من الدستور التي هي مكتوبة بطريقة مبهمة، أي هل سيسمح للرئيس المنتخب بحل هذا المجلس النيابي وإقامة انتخابات جديدة؟ الجواب سيعطى من مجلس الشورى الدستوري الذي هو يقرر ذلك. سأذهب إلى السؤال عبر ملف الظهيرة والذي جاء فيه عبر منصات سكاي نيوز عربية، وطرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل على مختلف صفحات سكاي نيوز عربية. بعد صدور نتائج الانتخابات، هل تشهد فرنسا سيناريو البرلمان المعلق وبالتالي حكومة لا تحكم؟ وجاءت الإجابات كالتالي: 73% من الأصوات كانت إجابة نعم، عدد المشاركين 31,000، أما 27% قالوا لا، لن تشهد فرنسا سيناريو البرلمان المعلق أو حكومة لا تحكم، gouvernement ingouvernable. دكتور حسني، يتعقد المشهد السياسي في فرنسا، هذا ما أكده ضيفنا دكتور حاتم، أن تؤكد على صلابة المؤسسات الفرنسية، وافق على ذلك أيضا دكتور إيلي، ولكن تحدث عن مرحلة دقيقة، تحدث عن سيناريوهات أكثر دراماتيكية. هل من السهل لماكرون اليوم الذي رسم الانتخابات المبكرة أن يخرج بهذه السهولة من المشهد السياسي، والمعروف عنه بأنه يتحدث في أوساطه بأنه هو الذي حافظ وحمى الجمهورية الخامسة التي صنعها شارل دوغول، وهو قائد تاريخي بالنسبة للفرنسيين؟ يعني ليست لأول مرة لا توجد لدينا أغلبية مطلقة ولا حتى أغلبية نسبية، يعني حتى ماكرون في النهاية سنتين وهو يحكم بدون أغلبية، ولذلك اضطر إلى يعني في النهاية التشريع بما يسمى قانون 49-43 بدون المرور عبر التصويت. أي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أعتقد إلي حاتم تسرع عندما تشبيه سيناريو على الطريقة اللبنانية، أنا أعتقد أكثر على الطريقة البلجيكية أو ربما على الطريقة الإيطالية، أن يكون هناك تحالفات، أي أن نظام يعني قريب جدا من الكتل البرلمانية أكثر منه من النظام ولكن حكومة أسال، ألا يمكن أن تحول حكومة تصريف أعمال؟ وسأعود بنص دقيقة إلى دكتور حاتم. لا، بس مش صعب جدا، لأن هناك رفض كبير يعني في النهاية للناخبين، وأنا أعتقد أنه كذلك هذا التحالف الذي يمثله ميلونشان والخضر وغلوكسمان، من الصعب القبول بأن عطاء سيكون هو رجل المرحلة المقبلة. بكلمتين، مرحلة جديدة يعني بعد عام يعود ويدعو إلى انتخابات جديدة الرئيس ماكرون؟ يعني هذا سيناريو مقترح،
لكن من الصعب جدا تعيش فرنسا على كذلك على رتم الانتخابات المتكررة. هناك نقطة أساسية هي قضية أن ماكرون يعول على في النهاية وجود عناصر النواب يخرجون من تحالف اليسار وينضموا إلى مثلا تحالف الوسط. يعني هذه كل قضايا الدورة الثالثة هي قضية مثلا قضية مساومات، ماذا يمكن يقدمه ماكرون كحقائب وزارية للعديد من النواب الذين سيرجحوا ثلاث كلمات فقط. انتهى وقتنا، أريد العودة إلى استديوهاتنا في أبو ظبي. ما هو المشهد السياسي باختصار شديد شديد؟ أنا المشهد السياسي هو الفوضى للأسف، استنادا إلى هذه المؤسسات، أي مؤسسات الجمهورية الخامسة الفرنسية التي أثبتت أنها لم تتغير جدا عن مؤسسات الجمهورية الرابعة. مستشار مؤسس حزب التجمع المحامي والقانون المعروف إلي حاتم من استديوهاتنا في باريس، وأيضا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف دكتور حسني عبيدي، شكرا جزيلا لكما مشاهدينا. كنا معكم في هذه التغطية المباشرة للانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة ليوم الانتخاب الطويل، للنتائج ولقراءة سياسية عبر سكاي نيوز عربية. كل التحية مني أنا روبير النخل، من الزميلة عزة غريبي، وأيضا من الزميل سيف الدين العامري من نيس، وكل فريق النقل المباشر. عودة إلى أبو ظبي.